الجاف ارتبط مؤخرا بالعود مع ان بدايته ما كانش فيه عود خالص. والله هو الكف بدايته كان بالطبلة والدف بالظبط مع المرحوم رشاد الله يرحمه. فجاء بعد كده المرحوم عبد الرويش رحمة الله عليه دخل موضوع العود ده في الكف. دخلوا ليه؟ كان معاهم آلات تاني ما غير ال لا هو كبداية ما فيش غير آلة العود اللي دخلت في الكف، بعد كده أكورديون. أكورديون دخل؟ عزف مع المرحوم رشاد الله يرحمه. ليلة أو كام ليلة بس ما ينفعش يعني. ليه؟ لأن العود آلة وترية. ينفع تقوم ليلة كف من غير عود؟ هو تمشي بس مش ملهاش جمهور. الجمهور مش هيتقبلها. ليه؟ لأن الخانة حاليا اللي بينزلها الكفاف بتنزل على العود الأول بيستلمها العواد الأول. العازف يستلمها العازف وبيستلمها من الكفاف لازم زي ما يقول لحنة. زي ما يقولها زي اللحن يقول بتاعه. اللحن بتاعه هو بقى. يستلمها العازف بعد كده الفنان يستلمها من العازف. والألحان اللي بيستخدموها الكفافة في المسألة دي ألحان معروفة مشهورة؟ طبعا بتكون ألحان أغاني عربية معروفة غربية وبركب عليها الكلام. ممكن احط عبد الحليم حافظ، ممكن احط فيروز، يعني ممكن ألحان احط مطربين مزيكا يعني. فموضوع الالحان دلوقتي حاليا بقى حاجه متطوره جدا جدا يعني فوق ما تتخيل. ده بيخلي فنان العود عنده برضو القدره على الارتجال زيه زي الفنان اللي بيغني. طبعا ان انت بتخش في مقامات ما كنتش بتشتغلها قبل كده. يعني في الفتره القديمه خالص كان المقام الرصد، مقام الصبا، دول القائمين الأساسيين في الكف. ومش راجل واصل وحملني فيه